أجمل تحية الزفاف لكم مشاهدينا الكرام، وقل لكم أهلا بكم ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد ونلحق بكم النشرة الجوية من التلفزيون الاقتصادية الأولى. هذه الأيام نبقى نستمتع بأجواء صافية مشمسة تماما، هذا دليل دائما تمركز مرتفع جوي قادم دائما من المحيط الأطلسي بقيمة حوالي 1020 ملي بار تقريبا من كل المدن الشمالية. فعلي فعلي سنستمتع إن شاء الله بأجواء مشمسة، طقس مشمس، ولكن بعد انقشاع الضباب محتمل قرب المدن الساحلية وحتى بالمدن الداخلية وبالخصوص الغربية. إذن ستنعدم الرؤية، لهذا نقول إخواني السائقين نقول لكم روحوا بالعقل، ردوا بالكم، الرؤية راح منعدمة بعض الأحيان ومحليا خاصة بالمناطق الداخلية الغربية. بالجنوب الجزائر الأجواء تبقى مشمسة تماما بالشمال بوسط وحتى بأقصى جنوب الجزائري. بالنسبة لدرجة حرارة القصوى تبقى منخفضة خلال الصباح خاصة بالمناطق الداخلية، وننتظر درجة واحدة فقط بمرتفعات البيض بن عامة حتى بالمثرية، نفس المقياس أي درجة واحدة فقط ستسجل هذا بمرتفعات تبسة. بالجنوب الجزائري 10 درجات بعين صلاح، نفس المقياس أي بطمن راسات، 7 درجات بتندوف، 4 درجات بحسين مسعود حتى بمدينة بيسكرة، و5 درجات أيضا ستسجل بجانات. هذا خلال الصباح، خلال الظهيرة إن شاء الله لا شيء جديد، نبقى دائما نستمتع بأجواء مشمسة، طقس مشمس جميل على تقريبا كل المدن الشمالية بالجنوب وتحديدا بأقصى جنوب الجزائري. ستتشكل سحب ركامية بمرتفعات الهكار وتسجيل سحب ركامية، ولكن محليا ستميز إن شاء الله مدينة طمن راسات. خلال الظاهرة دائما درجة الحرارة القصوى هي الأخرى تبقى معتدلة وجيد ولطيفة في نفس الوقت خاصة بالمدن الساحلية، وننتظر حرارة ما بين 16 درجة و17 درجة و18 درجة على معظم الولايات الساحلية. على مقياس سجلوا بالعاصمة مع 18 درجة. بالجنوب الجزائري 18 درجة أيضا ستسجل بمدينة غردايا، 23 درجة بعين مناص، 20 درجة بتندوف، وأخيرا 25 درجة بعين كزام، هذا بأقصى جنوب الجزائري. للملاحة والصيد البحري إخواني الصيادين نقول لكم الظروف راح تكون جيدة إن شاء الله لمصل الملاحة والصيد البحري، هذا راجع إلى هبوب الرياح ضعيفة تماما على تقريبا طول الشريط الساحلي، رياح ضعيفة تأتينا من مختلف الاتجاهات، في بعض الأحيان شرقية تميل إلى جنوبية شرقية، في بعض الأحيان جنوبية تماما تقريبا طول الشريط الساحلي، ولكن في كل حال رياح ضعيفة تماما، هذا دليل تمركز مرتفع جوي بحوض البحر المتوسط إن شاء الله. إلى أن تطور النشرة الجوية كالمعتاد المشاهدين الكرام بالمعلومات الفلكية والتوقيت نسب كالعادة العاصمة ودواحيها. إلى هنا مشاهدين الكرام نأتي وإياكم إلى نهاية النشرة، نشكركم على المتابعة، ابقوا معنا، أوقات ممتعة مع بقية البرامج على الاقتصادية الأولى. سلام.